السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم في درس استكمال الدوال الخطية مثال 2. اكتب الدالة الخطية صاد. الدالة الخطية طبعا بتكتب بهذه الصورة، صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. إذا علمت ميم الميل وجيم الجزء المقطوع من محور الصادات. في هذا الدرس سنتعرف عن كيفية كتابة الدالة إذا علم الميل والجزء المقطوع من محور الصادات. ألف ميم بتساوي 3 وجيم بتساوي سالب 2. الحل صاد، أكتب صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. ميم الميل يساوي 3 وجيم بتساوي سالب 2. إذا عند الكتابة بكتب صاد، صاد تساوي، بدل ميم بكتب 3، بدل جيم بكتب سالب 2. إذا المعادلة هتكون صاد بتساوي 3 سين ناقص 2. ب الجزء المقطوع من محور الصادات سالب 1 والجزء المقطوع من محور السينات نص. أنا بكتب المعادلة إذا وجد عندي الميل والجزء المقطوع من محور الصادات. الجزء المقطوع من محور الصادات سالب 1، الميل ما موجود، لازم آتي بالميل. الجزء المقطوع من محور السينات هو بيساوي نص، والجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي سالب 1. الجزء المقطوع من محور السينات ذكرنا في الحصة الماضية بيساوي سالب جيم على ميم، سالب جيم على ميم، سالب جيم على ميم ده هو الجزء المقطوع من محور السينات، وذكرنا هنا الجزء المقطوع من محور السينات بيساوي نص. إذا عندنا سالب جيم على ميم بيساوي نص، أعوض في سالب جيم، أعوض على جيم، جيم هي الجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي سالب 1، سالب مع سالب بيكون موجب، إذا عندي هيكون 1 بدل جيم، هيكون عندي سالب 1، مع هنا عندي الإشارة أصلا سالب، فبكتب 1 على ميم بيساوي نص. أضرب ضرب عكسي، ميم ضرب 1 يساوي ميم، 1 ضرب 2 يساوي 2، إذا الميل هنا عندي يساوي 2. إذا وجد الميل والجزء المقطوع من محور السينات أقدر أكون الدالة. إذا هنا عندي صاد بتساوي 2 سين ناقص 1. طبعا المعادلة بتقول الدالة بتقول صاد بيساوي ميم سين زائد جيم. إذا هنا بكتب صاد بدل ميم، الميل طلع عندي باتنين، بكتب 2 سين، أنزل سين، وجيم اللي هو جزء مقطوع من محور الصادات سالب 1، بكتب سالب 1. المثال الثالث ميم أو جيم، ميم بتساوي سالب 2 والجزء المقطوع من محور الصادات بيساوي 3. إذا هنا صاد بتساوي بدل ميم بكتب سالب 2 وأنزل السين، جيم، جيم عندي هنا بتلاتة، أكتب زائد 3. المثال الثاني أكتب الدوال الخطية الممثلة في المستوى الإحداثي فيما يلي. عندنا المستوى الإحداثي فيه المحور السيني والأفقي. عن طريق هذا المستوى الإحداثي أنا بكتب الدوال. لكتابة الدوال الخطية ميم بتساوي سالب جيم على المقطع السيني، ميم بتساوي سالب جيم على المقطع السيني. جيم الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو ده على المحور الصادي، اللي هي عندنا جيم سالب 3، والمقطع السيني هذا الجزء على المحور السيني اللي هو عندنا 2. إذا الميل ميم بيساوي سالب جيم على المقطع السيني، سالب جيم على المقطع السيني، سالب وجيم، جيم أساسا كان سالب 2، إذا حيصير سالب وسالب بتحول إلى موجب، فبالتالي بتصير 2 على الجزء المقطوع من المحور السيني. الجزء المقطوع من المحور السيني هنا على المحور السيني اللي هو هذا الجزء 2. إذا عندنا حيصير 2 تقسيم 2 يساوي 1، الميل حيطلع 1. صاد بتساوي ميم سين زائد جيم، صاد بتساوي
ميم طلعت واحد، هنا ما بكتب واحد، أنزل السين. جيم، جيم اللي هو ده الجزء المقطوع من محور الصادات على المحور الصادي اللي هي سالب اتنين، فبصير صاد بتساوي سين ناقص اتنين. مثال الثاني أو ب، ب جيم الجزء المقطوع من محور الصادات على المحور الصادي اللي هو هنا ثلاثة، المقطع السيني سالب أربعة. إذن عندنا ميم بتساوي سالب جيم على المقطع السيني، ميم بتساوي سالب جيم، جيم هنا طلعناه من المحور الصادي اللي هي ثلاثة، على المقطع السيني على المحور السيني اللي هو سالب أربعة. إذن هيطلع سالب ثلاثة على سالب أربعة، السالب مع السالب بتطلع ثلاثة على أربعة. صاد بتساوي ميم سين زائد جيم، صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. بدل ميم اللي هي ميم طلعت ثلاثة على أربعة، بكتب ثلاثة على أربعة، أنزل سين زائد جيم، جيم المقطع الصادي اللي هو ثلاثة طلعناه ثلاثة جيم، بدل جيم بكتب ثلاثة. عندنا هنا جيم، نلاحظ أن المحور الجزء المقطوع من محور الصادات هو أربعة، والجزء هذا المستقيم يوازي المحور السيني، هذا المحور السيني، فهذا المستقيم يوازي المحور السيني ولا يقطع المحور السيني. بالتالي لما يكون المستقيم بيوازي المحور السيني، صاد بتساوي جيم، صاد بتساوي جيم. إذن عندي صاد بتساوي جيم اللي هي الجزء المقطوع من محور الصادات على المحور الصادي اللي هي أربعة. إذن عندي صاد بتساوي أربعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.